استعد استعبير استعد على اذ المعلومات مفادها تمرير شحنه من الاقراص المهلوسه عبر اختصاص اقليم ولايه برج بوعريريج. على هذا الاساس وجب الاحترافيه والسرعه في العمل. انتبه استعبير استعد حول تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع المؤثرات العقلية تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 58 سنة مسبوقين قضائيا، من بينهم شخص محل أمر بالقبض وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، وذلك بناء على معلومات واردة مفادها تمرير شحنة من الأقراص المهلوسة. على إثرها تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيهم ليتم توقيف شخص على متن مركبة. بعد تفتيشها عثر بداخلها على 10,100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ميليغرام. مواصلة للإجراءات تم توقيف بقية المشتبه فيهم وحجز 3 مركبات أخرى. العملية أسفرت عن حجز 10,100 قرص مهلوس، 4 مركبات، 8 هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.